بالنسبه لي الاخ احمد الشوقي بنيوب هو في الوفاه ديالو هو واحد خساره للمغرب وخساره للحركه الحقوقيه والحركه الثقافيه وحركه يعني خساره يعني للثقافه ديال حقوق الانسان. كنبغي نجد عليه الرحمه والمغفره وان شاء الله يبقى خالد في الذاكره ديال المغاربه وان شاء الله الاصدارات ديالو والمنشورات ديالو في مجال ديال حقوق الانسان انها تنشر وتدرس في الجامعه ان شاء الله، لان كان عنده اخر مشروع ديالو هو انه يدخل حقوق الانسان في الجامعات المغربيه، يعني التشبع الطلبه والجامعيين ثقافه حقوق الانسان، حقوق الطفل، حقوق المراه، يعني كل ما يتعلق بحقوق الانسان. كان دائما حاضرا في القضايا الحقوقيه وفي اللفات الحقوقيه. قدم الكثير في لجنه انصاف المصالحه، تحمل مسؤوليه المندوبيه وكان في مستوى كبير جدا وفي ملفات اخرى. كان رجل حقوقي بامتياز، كان رجل دوله بامتياز. اشتغلت معه وبجانبه واشتغل بجانبي لسنتين، كان في مستوى كبير لا من الناحيه الانسانيه ولا من الناحيه الوظيفيه. رحمه الله من القلائل الذين مشاعرهم تجاه الوطن تكمن في عملهم اليومي. أرى هذا صديق واخ لطيف ومناضل، يعني قضى حياته في النضال. هذا ماشي من السياسيين اللي اقترب بهم السقف، وحقوقي مشهور واحسن الاندماج من مرحله النضال الى مرحله الاندماج في المؤسسات ديال الدوله بصدقيته المعروفه واخلاصه المعروف حسب ما علمت. فاجاتنا الموت وفاجاته كذلك اظن، وتوفاه الله اليه، فما لا يسعنا الا ان نترحم عليه، رغم ان هذا النهار كما لا يخفى عليكم هو يوم يعني مدحوس شويه بالنسبه الينا، لان عندنا التزام كذلك اليوم باش نمشيو للحفل ديال عيد المولد، ولكن قلت اتحمل واحضر جنازته وفاء له ولهذه الاخلاق التي كان يتميز بها خصوصا معي انا. المغرب يفقد اليوم احد رجالاته الكبار، سي شوقي بنيوب رحمه الله عليه. كافح وناضل طوال حياته بكثير من التواضع، لكن بكثير من المثابرة والجدية والاقتناع بمبادئ راسخة، مبادئ تؤطرها ثقافة حقوق الإنسان، مبادئ تؤطرها أو يؤطرها الاطلاع إلى مجتمع تسوده فعلا عدالة وسيادة القانون على كافة المستويات. نفقد رجل كان ينتمي إلى كبار المدافعين عن ثقافة حقوق الإنسان رحمة الله عليه. يعني شخصية حقيقية في المجال اللي بصمات يعني المسار ديالها والمسار ديال النضال من أجل إقرار والحفاظ والنهوض بحقوق الإنسان. لذلك هذه اللحظة حقيقة كتاخذ كل هذه الدلالة وهذه الوجوه كلها الحاضرة اليوم، وعرفان لهذا المسار وما كان سهل، اللي كيرجع للسبعينات والثمانينات والتسعينات، يعني تيفهم ما معنى الالتزام بحقوق الانسان وتاديه يعني الثمن من اجلها. فرحمه الله عليه والصبر للاصدقاء ديالو والرفاق ديالو والاسره ديالو. سيفتقد الفاعل الحقوقي الوطني فاعلا اساسيا في مجال النظام الوطني لحقوق الانسان. سأفتقد صديق قديم لما كنا خاصة بالمنظمة المغربية حقوق الإنسان في مسارات العدالة الانتقالية لهيئة الإنصاف المصالحة، ما بعد هيئة الإنصاف المصالحة، توصيات هيئة الإنصاف المصالحة، وكما قلت منذ قليل سنفتقد مشاغبا في مجال حقوق الإنسان.